أكد طارق سعدة نقيب الإعلاميين عضو مجلس الشيوخ في تصريحات للتلفزيون المصري أن الدستور المصري يكفل حرية الرأي والتعبير لكل مواطن في مصر. وأرى أن الدستور المصري في مواده 71 وأيضا 72 والخامسة والستين وأيضا 67 كانت قد كفلت حرية الرأي والتعبير لكل مواطن مصري في أي وسيلة وبأي طريقة يريدها. والمادة 72 تحدثت أيضا عن حرية الإبداع الأدبي والنقدي والفكري والفني، كل هذا موجود في القانون وموجود أيضا في الدستور المصري.